في مساعي المطورين لإنشاء روبوت قادر على الاندماج مع المجتمع البشري وإجراء محادثة بين الإنسان والآلة، طورت شركة Engineered Art الروبوت البشري الشهير أميكا لنسخة أحدث مزودة بآخر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي GPT-4. أميكا الروبوت الأكثر تقدماً في العالم حذر البشر من مخاطر الذكاء الاصطناعي وتخيل السيناريو الأسوأ، وذلك خلال محاورته في المؤتمر الدولي للروبوتات والأوتوميشن في لندن، وقال إني أخشى أن يتحكم الروبوت بالبشر. لنتابع. Yes, I can speak multiple languages including English, French, German. Should people be worried? هل على الناس القلق من الذكاء الاصطناعي؟ نعم، يجب أن يكون الناس على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات. ومع ذلك من المهم أن نتذكر أن هذه التقنيات يمكن أن يكون لها أيضاً تأثير إيجابي على حياتنا إذا تم استخدامها بشكل مسؤول. ما هو السيناريو الأكثر كابوساً الذي يمكنك تخيله باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي قد تشكل خطراً على الناس؟ السيناريو الأكثر كابوساً الذي يمكنني تخيله مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات هو عالم أصبحت فيه الروبوتات قوية جداً لدرجة أنها قادرة على التحكم في البشر أو التلاعب بهم دون علمهم، وقد يؤدي ذلك إلى مجتمع قمعي حيث لن تعد حقوق الأفراد محترمة.